اما لحظه اقول لك كيفاش وصل للحكم. وصل الحكم كلمتين، شنو هو اللي وصل به للحكم؟ اول حاجه الانسان اللي يكون منطقه حلو، اللي يكون لسانه حلو، ويكون فصيح باللغه العربيه ويعرف يتكلم ويعرف يتكلم، فهمتي؟ هو انسان يعرف يتكلم في المناظرات الكل، معناها راسه العبي بالمعلومات وقاعد يتكلم. وشنو الحاجه اللي لعب بها على الشعب التونسي؟ هي كلمه فلسطين، فهمتي؟ خلينا نتجاوز القضيه الفلسطينيه. السيد اي في بالنا في بالنا، فهمتي يا اخويا الغالي؟ انا قلت لكم شكون وقت تصلح، قلت لكم وقت تصلح في حاله واحده. اذا تحطوا اذا توصلوا لحظه اخويا، اذا توصلوا اذا توصلوا صافي سعيد للحكم بالله، ثم بالله كان ترجع على الاراضي. ليش الجزائر تخاف من الاتحاد المغاربي؟ لانه الجزائر تدرك تماما العلم بان اذا صار اتحاد مغرب عربي كبير، فهمتني 100%، الاتحاد المغربي اول قضيه يرفعها هي المطالبه بارجاع الاراضي المنهوبه، فهمتني؟ شوف شوف كيف ترجع الاراضي المنهوبه هذه فرنسا. فرنسا دعمت الجزائر بطريقه غير مباشره، سامحني يا اخويا لانه الجزائر لحظه بركة، لانه الجزائري، لانه فرنسا عندها ممتلكات في الجزائر، والناس الكل تعلم بان فرنسا تهز في 40% من المنتوج المحلي للغاز والنفط والصادرات والواردات ومنتوج مدخول الفرد الجزائري. 40% تهز فرنسا، اكثر اكثر مش عارف، فهمتني؟ لا كان 67 و40%، انا نعطيك المعلومه الصحيحه اخويا، فهمتني؟ كان 77 هي، خلينا نقول لك اخويا الغالي، فرنسا راهي حتى هي مش من مصلحتها اتحاد مغاربي، لانها الاراضي اللي فيها البترول وفيها الغاز باش ترجع لبلدانها اللي ما عندهاش عليها سلطه، المغرب وتونس، تولي هنا خسرت اللي معيشتها، يعني خسرت الشعب اللي قاعد يخدم عليها، خسرت الاراضي، فهمت يا اخويا الغالي؟ كي شد الصافي سعيد الحكم والله لما ترجع الاوراق، لانه موجود ارشيف تونسي وارشيف في فرنسا اصل مسكته خط، معناها مسكته كالحبل على رقبه الجزائر، وكذلك موجود الارشيف في المغرب. شوف مش بالضروره صافي سعيد يا محمد اخويا، مش بالضروره، شوف شوف نحن فدينا بالله سامحني سيف كلمه بركه ونخش نفهم اخواتنا المغاربه والتوانسه. شوف نحن اللي باش يجي توجيه لتونس بعد هذا لا محاله، هذا مساله وقت، فهمت؟ هذا رقصه الديك المذبوح. اللي باش يجينا ظاهر لازم يخدم البلاد والعينين الكل عليه. اول حاجه ظاهره مصلحتنا هي مع المغرب والمحيط الاطلسي والحلف الاخر، ظاهره باينه اللي ثنيه الكبرانات كحله وسوده والناس الكل تونسه فاقوا، معناها اي انسان باش يجي ما عادش ينجم حتى يمد يده للمراديه سيفيني، معناها هما ديجا راكم خسرتوا ورقه يا المراديه. اي واحد جاي عندك كان جاكم صافي سعيد هذاك سؤال لكم، سؤال لكم يا جماعه الخير، يا جماعه الخير سؤال لكم، ما هي نواة المخابرات ولا ما هي نواة الكبرانات في الجزائر؟ تعرفوها الناس الكل، النواة متاعها هم اكس جنرالات كانوا يخدموا جيوش مرتزقة في الجيش الفرنسي، تعرفوها الناس الكل هذه ولا لا؟ هذوما اسمهم الداف، هذه دفعة اوليفي لاكوست، جاوا للجيش الفرنسي من 58 ل 62، فيهم التوفيق وفيهم نزار وفيهم درسسم وفيهم الكلهم اكسيلون في التير، وهم اللي قتلوا اكثر عدد من ابناء جلدتهم، من ابناء جلدتهم، صحيح فوالا. ما غير ما ندخل في الديتاي راك فاهم انت كل شيء لاري خويا، ماذا تنتظر؟ هم بيدهم كي تدخل انت لتزاير وتعمل طله وتشوف انت كيفاه عايشين، راهو شيء شبه الكذب، راهو خراب. تقول الحرب في اوكرانيا والخراب في الجزائر. شوي محمد دير معي يا عجوز الشمطاء، شو بدك انت؟ شو بدك؟ لا ما سباش، خليه تحكي مع سيف، خلي ولي طيح سيف المعفن. تزيرين جو لبلادك اشبعوا بناتكم ويجوا رايحين، ياك يقعدوكم على كرامة، فهمتني؟ يجوا رايحين كنتم في المرارة سبعوكم انتم عندكم قديش هم بهايم وجوهال، حاشاكم شفت عنا نحكو جيوبوليتيك احنا ونحكيو على امور، وانت تدخل لي تحبنا نحكو على الفضايح متاع الجزائر؟ تفضل
ويخلصوا فيها المغرب ويعاش الملك عاش الملك الملك بجاه ربي يقول عاش الملك عاش الملك وعاشت المغرب خاطر المغرب عمرها ما ضرتنا وكانت ديما ورانا المغرب وانا نعرف الحقائق التاريخيه اقراو يا توانسة بجاه ربي اقراو التاريخ راه مهم شعب دافي شعب دافي شعب حضاري شو 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 كانوا الجزائريين نحن نلوجوا على الرجوله هذوما الرجوله من الطفوله ونحن تدعم تدعم قبل نقول كلمه الحق في المغرب ماشي ومش في وجوهكم وماشي في وجوهكم انا نقول كلمه الحق انا نقول كان كلمه الحق تاريخيا يا جماعة أربطوا ديما بسهم المغرب عمره ما ضرت وكانوا ديما واقفين معانا وناس مثقفة وناس دافية كيفنا احنا يا اخويا بالنسبة لي انا المغرب تقرب لي اكثر من حشاك هل المزبلة هذا اللي بيناتنا معناتها لحظة خنت أجيلك ملعبات توفي تونس يسبوك وما يفهموش ومستويات ويتابعوا لي في الكراغلة يا ودي مش وفهم عبيت فاهمين انا معاش نعيط انا بلوكيني بلوكيني مادام جي عبيد كيما سيف صبا لا اله الا الله لا اله الا الله وكا اخويا لا اله الا الله وكا واسمع راه مهم جدا قداش مازالوا يا محمد مازالوا عام هكا ولا لا عام الزلوي لكن نحن وش يلزمنا يلزمنا التسويق ويلزمنا باش عندكم خيانة الدولة لا 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 باش عندكم خيانة لا لا باش عندكم خيانة الوطن انا مازال عام البطوق قاعد يغلق مازال تصبر عليها غدوة من غدوة تبدا المظاهرات والعصيان المدني في بالك عام في دولة تن عام وانا تستناه وانا مش نهلكوا بلاد على خاطر قيس سعيد يكمل لا لا ما تهبلونيش ما تهبلونيش امورهم نتاع يا ولدي نحكيوا على دولة بلاد الساعة بحسابها هذاك اليوم قبل الغدو يخرج من كرتاج انسان مريض انا يكمل عهد وعام يقعد ياكل لي في القاروس ويصرف لي في قداش من مليون وشديد يحكي مع يلعب يلعب احكي مع احكي لا لا نخرج عصيان المدني والاتحاد الكل شوف شوف ما فيهاش فيها حل نخرج نكسر شوف البلاد تقف البلاد تقف انا نعرف كيفاش غلي ما عادش البيره نقطعوا البيره تخرجوا له ماك تعرف على شكون يخرج نسوا البيره ولا الدخان سي التونسي تنحي له كعيبه البيره هذيك المستنفس ما هو يخدم باش يخلص وكذا يضرب كعيبه بيره ديماش ما يلقاش هذيك تشوف كيفاش يخرجوه من كرتاج في سليب في سترينج سترينج احمر وتابع انا اللي لاحظته هاني تبع في قيس ما عادش تعاودوها نستنيو عام عايش خويتي لا لا ما عادش تعاودوها نستنيو عام ما عادش تعاودوها نستنيو عام عايش خويا واضح واضح زاد مين شكرا انا كانك مني انا نطيحوا من اليوم نطيحوا في اللحظه هذه اما ما نجموش فما مراحل سياسيه خويا الله غالب قال ديمقراطيه وما عادش شنو الله غالب فهمتني اما اللي حاب نقوله السيد هذا اللي لاحظته مطبع للمخابرات الجزائرية هذا اللي لاحظته سيد بيوع وبيعنا ورخص وطيح الدولة وكل ما ندخله الثقافة الخرائرية أنا سماها مش جزائرية الخرائرية كل ما نتهلكوا أكثر لاحظوها أنتم في الأحداث الكل بعد التطبيع مع إيران كذلك يريدون تشييع الشعب التونسي فهمتني لجعل في عاشوراء ألف شيعي يدخل إلى تونس لنشر هذه الثقافة راهي كارثة شنو يلزمنا نحن اللي قلت لك أخويا يلزمنا من هنا للعهدة الثانية يلزمنا أنه نوصل الفكرة للشعب التونسي أن ندعم صافي سعيد أن نوقف الكل وراء صافي سعيد يلزم صافي سعيد لا للتشخيص لا لا أي واحد يكون خير منه هو المهم ما يكونش متبع للكبرانات وما يكونش متبع للتبون ولا شكون لا حتى صافي سعيد قوي أخويا لا حتى صافي سعيد صافي سعيد مشروعه الأول هي استرداد الأراضي لأنه صافي فمش سعيد فمش قوي عربي ما حاشتيش أما الأخطر خلينا توم فما أخطر حاجة يلزمكم شو يا النظام يا الكبرانات راني فايق بكم في بالكم شو عمل قيس سعيد راه أنا شوف كما يقولوا أخواتنا المغاربة راني حافي وزير الفلاحة من الجيش وتوا زاد عين واحد كبير في من الجيش معناها جميع نحن في تونس ديما العسكر كان محايد ديما هذه عملية خطيرة معناها زج ويخرج الجيش الوطني بتاعنا اللي طول عمره كان محايد في اللعبة السياسية هذا لعب ولا بعشانة نحبكم تفهموا الحكاية هذه ركزوا لي معها يا ودي قلت لك دخلوا في السياسة قلت لك وزير الفلاحة من وقت وزير الفلاحة قلت لك ميليتير تشبيك ما تفهمنيش يا محمد سابق عمرها ما حصلت من وقتاش نحن أما معناها جماعة الميليتير يشدوا مناصب كما هذا وقتاش احنا من الجهاز العسكري يشد احنا يشد في السياسة معاه دفع من حبك رابيل عادة
الحيط بتاعك فما هذي فهمني محمد خويا عملية خطيرة يلقنوا فيه كيفاش يعسكر كيفاش يعسكر تول الواحد بدأ بشوية في خدمة العسكري ويربح في الوقت ولكن هاي هات أنا شوف يا الجيش عندك مازال شوية وقت ولكن لو رد بالك خاطر كي تحط قيادي وزير ومن بعد الثاني الجيش خسرناه الجندي شبش يعمل مسكين مشكلة ولات عنا احنا مشكلة اللي هي تسييس العسكر متاعنا وجرة الكبرانات متاع الخرائر معناتها فريمون لازم تردوا بالنا على الاخر كما قال خونا لاري نقطة مهمة مهمة على الاخر الجيش متاعنا كان من اوله ناتر ما يتدخلش لا في سياسة لا حتى شيء اللي لازم يكون توا ولات عنا حكاية تسييس وكل جرة شنو الكبرانات يحبوا يفرض علينا نظامهم ومخابرات الجزائرية اللي داخلة وترتع في بلادنا سي جراف راهو سي جراف بالرسمي لازم ولكن هيهات 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 تفضل والمغرب عندها حدود برية قسما برب العزة لكنا معناها من الدول المتقدمة والناس والنفس في الدول كان أمور افتراضية ما عندها مدين صحيح أما نعطيك حاجة صغيرة على المغرب المغرب يقربوننا برشا سياسيا ودهاء سياسي موجود كيفنا كيفهم وأثبت العمود الفقري بتاعنا ما تقوليش تطبيع وما تطبيع خاطر هذيك ما تفرض عليك الدو السياسة العالمية لوردر مونديال يفرض عليك انك تكون ذكي نوعا ما وتعرف فيش تسير المجال السياسي في العالم دبلوماسية تحب دبلوماسية سما كما تحب المغرب عملتها العشرية السوداء رغم الأزمة حافظنا على كلمة حرة لنحافظ على كلمة الجزائر في كل لما نواجه المشاكل لازم مراجعة خاصة في المبدأ والمنهج وهو عدم الحياز يحتاج مراجعة في الحوار ونتفاهم على الشيء اللي تفاهمنا فيه هذه دبلوماسية الجزائر كل كلمة في سبيل قوسين برافو للمغرب اللي عملته أنا نفهمهم على الأخر خاطر داء سياسي هذا ولازم نوعا ما تجير لا سيتواسيون كوم اللي برافو للمغرب واحنا لازمتنا نكونوا هكاك ونكونوا اكثر من هكاك مش معناتها اكسكيوز هذا انا جيم سوي اكسكوزي وتعجبني دبلوماسي زدنا نتعلموا بها اللي غوياليس اللي غويال اللي اليغونت لا دبلوماسي ماروكي اللي اليغونت فوالا خطا فادح يا سيف دخلنا في سيدي خلوة ثوة متاع علامات ووع في الأرض شفت كيفاش يا ودي تخلويذ هذا سيدنا بوختو كوا راهو على بن بطوش ولا بوليساري ودي نمو جينا تفضل يا أخوي فرحان انه سيف كذلك عايشك يا مهام لينا عايش خويا ربي يفهم باش نخليك 20 مليون في بلاستي ماذا بيك هانك انت تعوضني مش عارف عليك خويا انت قلت تبارك الله عليك اللي حبيت لا عادل منفذ سيف عادل منفذ لا انت انت تعوضني برافو. تعوضني يا اخوي العزيز محمد. معك لاري معك امين معك وليد التونسي معك التونسي اللي في فرنسا تحيه علم باذن الله يا اخوي العزيز نهاركم طيب ونتمنى الخير الله يعزك ويحيى المغرب وتحيه تونس يا اخوي ربي يفضلكم السينيال يفتح عرضكم انا مش متابع اللايف اصلا انا مشغول يا عباد الله مشغول الصوت واضح في صوت الصوت يا اخوان لا اله الا الله محمد رسول الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا رب تنصرنا على كلمة الحق يا رب
يا رب تنصرنا على كلمة الحق. شو العالم هاي؟ طب ايش بدكم منا يعني؟ شو بدكم منا يعني؟ هاي رجولتكم هاي؟ لا انا عرضكم والله العظيم انه انا غبي اللي ما حرقت كرتكم من زمان. انا غبي، ولكن كانت الرأفة موجودة بقلبنا والله، لانه اولاد اصول. حسبي الله ونعم الوكيل. رفت 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 وعبد الله رفت التيك توك كله. طب انا شو اعمل شو اعمل شو هاي رابع لايف بضربوه، رابع لايف يا عبد الله. أربع لايفات يا عباد الله، والله العظيم تعبت والله، ما حدا بعرف الضغط اللي عايشين فيه. ملعون أبو الدنيا كلها. ما في نفس والله ما في نفس. طب يا عمي بس لو اعرف كيف، بس مثلا طب احنا لا بنسب ولا بنشتم ولا بنتعدى على حدا ولا بنغلط في حدا، خلونا نحكي على القليلة، خلونا نحكي. إخوة توانسة بيحكوا زعجوكم لتوانسة، المغاربة زعجينكم أمنوا، فيش ولا مغربي بالقصد. طب والمغاربة التوانسة كمان زعجوكم؟ لا أخويا وليد لا نسبهم، لا تسبوني أخويا. أنا أمي يوميا تنسب يا أخي، ما يوميا عادي، أنا مثل المغاربة، حتى لو ما كنتش موجود لازم يسبوني، فما بزعل، بس بزعل لأنه الحقيقة لازم الكل يعرفها. هذا حفيظ دراجي، هذا حفيظ دجاجي، هذا وخديجة بنت قنا. مش عارف شو بدي أحكي. يا أبوك كلاب يفضح عرضكم، يا رب صاروخ نووي ما تخلي ولا واحد فيهم، يا رب صاروخ نووي هيك ولا بني آدم أشوف فيهم. نحن عرضهم كرهونا دين حياتنا،
فلسطين يلا عنا عرضهم يا زلمي، عرفونا حياتنا، حياتنا عرفناها. بتتقال ويعطيك ألف صحة، وإن شاء الله ربي تلقاه في صغارك، وتلقاه في بدنك وفي صحتك وفي كل شيء، وربي إن شاء الله يفتحها على فلسطين، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. يا أخي ما بملوا، ما بملوا يا أخي، يا أخي مش فاهم، الناس بشر من يعني من نفس دمنا، من نفس اللحم. مشكلة، مشكلة فيها، مشكلة هالكراغلة، الكراغلة، الكراغلة هذا مشكلة، مشكلة، مشكلة كبيرة. سلام، أنت سكرت الميكرو يا سيمو. سيمو أنت سكرت الميكرو. يا سيمو أنت سكرت. سينيال. ليه ليه؟ خاطر أنا عملت دوموند وما كنتش هنا، كنت نحكي. هو كي يطلع معنا يطلع الميكرو. بعرف بعرف. مشكلة ذي، واحد لازم يرد باله. قوة راهو مسمى الكراغلة، راهم يتكتلوا مع بعضهم والعياذ بالله. معناتها والله شبيك سيف غجر، شبيك راك معك يا سيف غجر. لاري يا سيف، راني لاري عندي عينين من قدام ومن تالي في حوايج بستيام دان، ستيام دان راني كاراتي افيك شحنة وعقيدة لا مثيل لها. انا ذيك لقد صرخت في عروقنا الدماء، تو كي نكبس روحي هكا ما عادش لا ناكل لا نشرب لحد شيء بالهواء، وسبحان الله معناها مون سيستيم شبيك راهو في بلاسيبو ديريكت. كي تعرف، كي تعرف الحقيقه دون زان ايتا دو ترونس. انا تو فهمت. شوف يا لاري، كي تعرف الحقيقه وتتمعن منها وتدخل في اللي بيتي ديتاي، مخك راهو يتكوانسا. انا نحكي معك انت خاطر الاولاد يمكن ما يفهموش. اي شنو يتكوانسا؟ مخي انا مخي يتكوانسا كيفاش الجيران هذوما يتكوانسا؟ علاش التوانسا عينيهم مسكره والمغاربه ربي يفضلهم؟ المغاربه ربي يفضلهم، راهو كانوا فاهمين الحقيقة كما هي. لا لا لا، المغاربة زاد حواتنا معهم عندي أربع شهور. وحذرونا، وحذرونا منهم، وحذرونا. لا انت كنت في فيسبوك، أنا راني ناشط يا سيف، فما برشا خاوة خاوة من الأول. تو وقتاش تو ما عادش خاوة خاوة؟ هذيك زادوا بعد ذاك البنان وبعد الكوب دي مونت، هذيك صحيح معناها قضاو على لي شونس اللي كانت عندهم. ولك خواتنا المغاربة شعب طيب زاد كيفنا، ويتخلوا بالحسنى خاوة خاوة. حتى الإنسان الطيب تو ما عادش فما خاوة خاوة، كلمة خاوة خاوة ما عادش تاكل، تو تولي خائن الوطن. هما وصلوا روحهم درجة هذه ريق يا ودي. أنا نعرف شكون حتى تزيري دخلت في وسطهم في جروباتهم، خاوة خاوة يبدو يضحكوا، يقول لك أنا توانسة نصبروا فيه بكل كلمة خاوة خاوة ومليار ومليار يسب. يا ودي نعرف، يا ودي مليار ما يطلبش منك سباح. يا ودي نعرفهم عز المعرفة، تي نعرفهم العباد هذوما نعرفهم. تحب تطلع تفحشي أنت، تحب تطلع تحكي مع واحد، تحب نطلع لك واحد تحكي معاه؟ شو عندنا سلعة باهرة، عندنا سلعة مزيانة والله، بذاعة باهرة. طلع له، طلع له مكتب بذاعة، طلع له حاجة سهلة. يقول لك توانسة بكم وعليكم، والمغاربة بكم وعليكم، نفس اللغة. بالك شي يقنعك بالخاوة خاوة ولا كي؟ ترى طلع لي عندي شي كعبة في الفيترين. ما نتصورش، فماش هكا كعبة كرغولية في الفيترين هكا؟ مش معايا أنا، أقل شيء مش معايا، مش معايا أنا. نعرفه بخاطر عز المعرف، وأنا نحارب فيه من 2008 في اليوتيوب، ومن بعد مشيت الجروبات نتاعهم. وحتى هذيك الاخر حكايه نتاع كاس العرب مع شنو، هذيك اخر حكايه. اما انا كنت نعرفهم من قبل قبل، ناس غداره ويعرفوا مليح مليح شنو اللي قاعد يصير. انا ما كنتش مخالطهم. ما تستهنش بيهم، راه رد بالك. ليه ليه نعرف انا ما كنتش مخالطهم؟ انا في بالي كيكا من طبعهم سو سون دي نيرفو سيتي جامي ما تاس دو تي، معناها انا فهمت ماذوكم ما نجمش نتعامل معاهم. اللي جا للمستوى اي سون بارانوياك، ils sont susceptibles mais ils sont fatigués, ils ont aucune sensibilité ou voilà, le sens de la communication. Donc déjà j'ai détecté tout ça. Ils sont pas calmes, ils sont pas parce que oh, l'ennemi de l'Algérien c'est l'Algérien. Donc déjà هو ما موجودين في حالة تاع فهمت بارانويا وخايفين من كل شيء. Voilà, exact. اسمع لاري، بكره بتحمل الفاس وبتروح بتسلخ بلاد براس قيس سعيد، بتشيله عن وجه الدنيا عشان تعيش، عشان تعيش. لا ولا المشكلة مش في قيس سعيد، قيس سعيد ماشي ماشي، نخمو فيما بعد نحن. ليه أنا تو أنا وسيف نخمو فك اللي تكرغلوا ذوكم أك الشعب اللي ما فهمتش علاش خايفين منهم؟ أنا سؤالي يا سيف، إي قال لك قانون وما قانون،
تعرف انت الابقار، تعرف انت الابقار اللي قاد خارجة من تونس هكا، علاش احنا معاش عنا الحم والعليلش؟ تعرف قداش عنا في الشر؟ انت قلت لي 150، مش صحيحة 150، عنا فوق، نعطيك ستاتيستيك صحيحة، عنا 16,000، عندنا 16,000 رأس بقر يخرج للجزائر شهريا. مش عايش بها في كوب دارة. خلي وليد يحكي شوية بله، خلي وليد يحكي شوية يفضفض. بلاش تبيني وليد، السلام عليكم الناس كلها، ما تنجم تقتل، بلاش تبيني ما تنجم تدغر. السلام عليكم. حبيت نوضح حاجة على الجزائر. الجزائر هي العدو الأول والأكبر لتونس، فهمتني؟ كما ما صارت قبل في اتفاقية باريس هذيك وقت الدعم والباجي قايد السبسي، فهمتني؟ بالفلوس بيشد هو رئيس، دعمته الجزائر. يعني هذا صديق اخر، يعني وليد انت صديق اخر للجزائر. انا يظهر لي باش نسيبوا ماوي الجزائريين، تقول انتم قول الحكام وحدهم الشعوب وحدهم. لو نحن في منصه معنا مغاربه وتوانسه قاعدين نكونوا لكم في جبهه، مش هذا يا فران، انا بولي خاري، وانا هذا يا فران، ما غير ما نقلقوا حكامنا. يظهر لي باش ناخذوا الاراضي وحدنا على الشحنه انا ونشوف كيف. يا لاري خويا لاري، كنت فكرها قبلها بمده، وقتها جاء الملك محمد السادس من هبط لافيني دور وحده وما غير لاكارد كولات لحد شيء. معناه يجي انسان يوري صوره مزيان لتونس اللي ما فماش ارهاب وبلاصه امنه بدوله امنه، ويجوا الاخرين يدفعوا الفلوس باش يخربوا لنا بلادنا. شكون قدر؟ يعني عاش الملك اخويا يرحم والديه، فهمتني؟ ولا كلمة حق نقولها له، شابو با لي، فهمتني؟ شو التواطئ بتاع الإعلام الحشمة يا وليد؟ جاءهم ملك فهذا نستغلوها إعلاميا، فهمت؟ ذيك حكيت عليها البي بي سي والسي ان ان وفرنسا، هذيك الترويج، ترويج وهو ما قلت شو في جرة الجزائر، في جرة الجزائر اون تشوي، معناها الحكاية ذيك دون لوف، وما عطيناهاش القيمة اللازمة، ويتجراو لي ورا رونالد دينو اللي صايم عاش عنده في السوق ما يذوق. انتوكا حكايه كبير، عمرك ما بتفهم شيات. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. شيات باب كداير لي بس عليكم. الحمد لله. هذه صحراويه مغربيه. لا 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 يستر، انا اخويا مغربيه الداخليه. اي داخليه، معناها من دم العيون. حبيت نقول لا معناها مغربيه، مش لا احنا ما نقولوش صحراء، واحنا صحراء وبعادين علينا. اوكي سامحني خاطر اللهجه جات شويه. تفضل اختي تفضل. انا داخليه الشلحاويه من اطلس. تفضلي خيتها. نتشرف اختي تفضل. الله يحفظكم. انا غا عجبني الهضره ديالكم، التوانسه نعجبوني، نسمط التوانسه وهضرتهم زوينه، والله يحفظكم. بارك الله فيك اختي العزيز. الله يحفظكم. تحيات. عندك شي تحكي خيتا؟ انا ما نعرفش نحكي في السياسه. انا واحد نقول واحد البنت، واحد كي تقولوا انتم البنت ولا البنت نفهموك بالقد. بغيتي نهضر مغربيه نهضر مغربيه، كل كيف مش انا ما قاريش، ما عارفه حتى حاجه في داك الشيء. كنعرف غا الحب الوطن، هادشي اللي كنعرف. الله يسعدك خير، ربي يفضلكم ان شاء الله بلادكم، و ان شاء الله ديما في تطور وازدهار. احنا نحبوكم كل خير صدق. في ملكم حب صادق يا اخوي. لا لا، المغرب ملكيه من اول الدنيا. ربي يفضل لهم الملك نتاعهم، وربي يفضل النظام نتاعهم يا اخوي، مش مدخلنا احنا، فهمت شنو؟ ولكن التفكير السياسي نتاعهم يشبهونا، كيفنا احنا كما التوانسه كما المغاربه. فما مشكله وهم المغاربه فاقوا بها قبلنا احنا. ان شاء الله احنا شعبنا زاد كيف خونا لاري وكيما الناس الكل، ان شاء الله نفيقوا وعن قريب عاجل باش اموا بلادنا ما تمشيش في الخراب. خاطر فريمون وفرانشمون كيفاش نكملوا على الحكايه هذه واحنا ساكتين، البلاد نتاعنا باش تدخل في حيط. خلينا نحكي على تونس انا، المغاربه نجم يحكوا على المغرب يا خويا، فهمت؟ خويا راهي الجزائر دخلت، سامحني خويا كان قطعتك، سامحني. تفضل. خويا راهي الجزائر دخلت في تونس كامله. يا خويا رايك القنوات نتاع الميكرو تروتوار هذيك تحلت في شو اسمه؟ في شو يسموا فيها دولة، ثم دولة عربية حلت فيها الجزائر القنوات نتاع التروتوار هذيك، فهمتني؟
باش يشوه سمعة تونس ويخليه وتزير يسبوا في تونس والأردن الأردن والأردن يرحم والديك فهمتني هاي في الأردن لا وفما مريض دخلت برشا برشا فهمتني انا شوف انا يا جماعه باش نقول لكم انا واحد يجي يقول لك دربوك البارح في بالك واحد من قطر قريب يسبني يقول لي قوه الضربه ويدافع طلعت معنا اخت تونسيه دافع على شرفها وكذا انا تونسي يا اخونا كيفاش هذوما نبعثوها من الجيم معتوق ولا نبعثوها من المراديه قلت له انا تعطيني باسبورك خاطر ما تمثلش انت تونس تحب تبيع دربوكتك ولا كذا ولا تبيع امشي بيعها بعيد اعطيني باسبور فهمت خويا اكثر من هكا ما نجموش ولا تطيح قدر ولا سب اعراض ولا تفهمت زادمين علينا اخذ ما ربحين منهم شيء لا لا عدل لا سامحني يا لاري يحبوا يسبونا واحنا نزيدوا نعتذروا من فوق اي اي لا يا رئيس لا فولي راهو شيء شيء محوش انا في الفيسبوك ما بلهم ولوجوا علي في كندا وتصاورك وغاد داخلين بعضهم انت ما حاش خويا يخلوا لك فيه الرحمه لي انا ما يعملوا لك يا خويا اسمعني أنا عندي حاجة بركة إن شاء الله يفيقوا على وضعه يلزم شعبي فيه نحكي على الشعب التونسي خاطر المغرب البركة البركة على اللي شعب المغرب يلزم شعبي فيه ما نخافوش عاملين دي جروب راه هنا يسبوا في المغاربة ويسبوا في التوانسة اللي مع المغاربة ويسبوا فينا عاملين دي جروب في التيك توك راه وعاملين يدي مش نورمال شوف كائنات غريبة وعجيبة تلقاها عاملة بيرسينك في لسانها وعايشة في فرنسا ما غاديك مانيش عارف عليها وداخلة فهمت تلوج علي انا لاري وتقول لي واش هي تصدقوا بالله يا جماعة الخير كيفاش يفكروا هذا تصدقوا بالله يا جماعة الخير اللي تايلاند نتاع شمال افريقيا هي الجزائر في بالكم اللي فما اكثر 9000 بيت دعارة في العاصمة نتاعهم خلينا نحكيو فساد ميساج نحكيو في بالنا في بالنا في بالكم اللي عندهم 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 الولادات خارج اطار الزواج ما يفوق 120 الف في السنة باهي نزيد نعطيكم تكبيس نجم يضربونا اللايف في بالنا نزيد نعطيكم حكاية اخرى في بالكم اللي انتم الجزائر عندهم اكثر من 15 مليون الانانيش يسموهم والمغاربة يعرفوا شو معناتها ما يسمى بالنقوشة حاشاكم ويحكوا على تونس ويحكوا على تونس ويحكوا على المغرب سلي على النبي راهم تعرفوا انتم حريم السلطان وفيلاج اللفت والشمس الحمراء وما نعرفش شنو تعرفوهم الشيء هذا ولا ما تعرفوهمش نعرف انا المغاربة في بالهم بالشيء هذا معنا التوانسة في بالنا بهم الحكايات هذم ولا ليه اقسم بالله هم يقول لك دربوك انت تقولوا طبلة هو يقول لك دربوك انت يقولوا برا شوف الطبلة يردي شيء 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 شبه الكذب اللي عندهم راه شيء شبه الكذب ونكتفي بهذا القدر واني باش نسكت على روحي تفضل خويا البي وبالك ندعموكم بالسياحة كانت تفكر شريتهم كعدهم في سيدي بوسعيد زوز كيران دوس اتوبوس فهمتني ولا خارجين وطلعوا في سيدي بوسعيد وليد وليد لحظه لحظه شوف لحظه وليد شكو هذا خليك معنا شوي اخي اطلع 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 شبك وطلع روح اشبك من حب حمك وطلع لحظة ضربوا حساب لاري لحظة شو اذا متعرفش لاري ضربوا الحساب لحظة شوية شوية اه على قريب مش يضربوا لي حسابي زاد اه على قريب ضرب 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 سلام الصوت واضح
بعدين يا عباد الله بعدين 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 بعدين. لا لا يونا خليها التعليقات، والله العظيم نفسيتي صفر صفر يعني صفر 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 صفر، مش مثل يعني النشاط عندي صفر والتفاؤل عندي تحت الصفر. ربي ياخذنا ونرتاح من هالدنيا، اقسم بالله انهم اكبر مرض عايشين فيه في هالكوكب، اقسم بالله العلي العظيم. الاحتلال اليهود الموجودين عندنا يفضح عارضكم، أمنيتي بس قنبلة نووية، قنبلة نووية والله عيب علي شرفي إذا بخلي واحد فيهم عايش. أريح الكوكب، أريح التوانسة والليبيين، أريح المغرب العربي كله منهم، لأنهم حمل زائد، حمل زائد على الكوكب على الكرة الأرضية. ولا طول بالك ولا بطيخ يا خيتوس، ترى والله العظيم لا منسب ولا منشتم، ليش بتدخل بتعمل سينيال يا ابن الكلب؟ ليش بتدخل؟ إلا أنا عرضكم بس. ماشي ماشي ماشي، عيب علي إذا بخليكم، عيب علي والله. وراكم وراكم والله، والأيام بيننا. Welcome my friend. Thanks. مليت والله يا أخي، تمليت مليت مليت من نفاقهم، مليت من وجودهم، مليت من استغلال اسم فلسطين، مليت يا الله. لو ما بيجيبوا سيرتنا بس، إلا أنا عرضكم على عرض اللي بحبكم، على عرض اللي شايلكم أصلا. خمت أهل الأرض هدول، خمت أهل الأرض. وبيجي بيقول لك فلسطين فلسطين، يا أخي حل عن سمانة، بس تركونا بحالنا والله العظيم مبسوطين، تركونا بحالنا تركونا بحالنا. اخواتنا المغاربه ولا زادة كيفاش نشاركوا الهموم معاهم، نشاركوا الهموم. خلينا تو طلعنا، خلي اسمع يشكيوا لك زاد اخواتنا المغاربه والمآسي. لا نحكوا موضوع موضوع، نحكوا على فلسطين، نحكوا على فلسطين. يجونا الكراغله هذم يقول لك فلسطين وبالعلمات وبالشعارات الفضفاضه اللي احنا سنسنا بهم 30 سنه، وهم ديما فلسطين فلسطين ما شفنا شيء منهم على أرض الواقع، ما شفنا ولا شيء. ساب ساب خليك ساب سبدي يا أخي، خليك معي. تفضل تفضل لحظة بس، خليك معي شوي لوري. خليك خليك معي تفضل. تفضل يا محترم، ما تكلمش يا سيد. تفضل. إلا عن تحريص أمك باللهجة الفلسطينية منيح، وضلك يعمل سينيال يا ابن الشرموطة، خذها باللهجة الفلسطينية. إلا عن تحريص أمك روني اللي خلفك ابن شرموطة. لا مثالش هذا تولايف مسجل، يعني بشيخذوا هما فكرة
هاي هذا القرد، هذا القرد اللي طلع يا اخي في بالك يعرف سينيالي، هذا هذا يعرف سينيالي، هذا كتو بشيرقد مرتاح كما يقولوا اخواتنا المغاربه بشين على مزيان ابو شرفك. شوف شوف على خاطر حقق الهدف بتاعه، هذاك عنده 6 سوايع في الطابور، 6 سوايع شد لك باش يطلع باش يقول اه 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 شوي خليش عصب لاري جاك من تالي يا انت عريس امك يا بنت ماكرون يا بنت الشرموطه نيه عريس. اسمع سيف اشبع ضحك على سيمو خليه على شرفك انت عاهر، سكر الميكرو خليه خلاص ناري لا خلاص غيرك طلعني نداعب شويه ذيك طلع حالي طلع لا لا طلع لي كيم كارداشيان هذيك طلعها طلع لا 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 اسمع اسمع انا بعرف كيف استفزهم شوي شوي اصبر فرجيك الجزائر اليوم الجزائر الجديدة اسمعوا يا اخوان اسمع اسمع بالله تسكر المايك بالله عليك تسكر المايك لوري النهبه يذولي باش تحط عفسه يضربوا الكونت لا لا بس شوي شوي بس شوف 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 اسمع بس اسمع انت بتعرفني من زمان من زمان بتعرفني هي الجزائر اسمع من زمان من قبل ادم صحيح اسمع 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 انا اتصل من الجزائر اهلا ومرحبا انا ما اتصلت ادافع عن عائشة لانه ليس هناك ما ادافع به عنها وعندي هيك شهر شوف يعني فيديوهات وفيديوهات ثانية ويعني كنت استنى شيء يقولوا يعني اتصل ادافع بس ما في شيء يقولوا لا ادافع يعني اتصلت على انت شيوعي ما شاء الله اذا ممكن يا اهلا ومرحبا يا اهلا واذا ممكن يعني مو بس رواية عائشة اللي خلتني اتشيع حتى روايات كتير تانية في قناة دوفار المغربي يعني كتير عن مو بس عائشة يعني مواضيع كثير قصدكم يعني بدي انضم للمجوس اللي عبد النام يا أهلا ومرحبا يا أهلا وسهلا وأترك دين السعيفة أتشرف أني أكون المجوس اللي عبد النار يا أهلا ومرحبا يا أهلا وسهلا هذه الجزائر يا أخوان هذه الجزائر الثقل الأكبر كان في موضوع عائشة ولا غيرها هو الثقل الأكبر كلهم على بعضهم خاصة روايات مع الرسول صلى الله عليه وآله عمر وأبو بكر شو عملوا فيه وهي شو عملت فيه وشو عملوا في فاطمة الزهراء عليها السلام كله على بعضه كله أنتم منذ متى يعني في مجال البحث شهرين شهر وشي شهر الشهر الأول كنت ضدكم والشهر الثاني رجعت يعني محايدة ما مع هادول ولا هادول شوف يعني بعقلي بالمنطق ما اقتنعت أخي تونسي لاري بعتذر أخي سيف يرحم والديك سدوا الحدود أخي سدوها 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 يرحم والديك يا أخي هذا مغجر يا أخي هذا مغجر غجر لا فائدة منهم لا فائدة منهم غجر ولا يذو بالله يعني هم بدهم يدخلوا الشيعة عندكم بالزور غصبا عن تونس هم عندهم علاقة هم عندهم علاقات يا أخي فلسطيني عندهم علاقات حتى مع إيران فهمتني الله يقدر الخيرك مصيبة مصيبة و ونعانوا فيها الناس الكل من الشيرة المغربية ومن الشيرة التونسية الله يقدر الخير وكاو الله يقدر الخير الله يكون بعون المغاربة يا والله لا المغاربة 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 أقل شيء عرفوا عرفوا من أول ونبهونا المغاربة ربي يفضلهم من 2007 أنا نحكي معاهم المغاربة ونبه الله يفرج كربتهم إن شاء الله ربي يصلح حالهم ويصلح حالنا وربي يسترنا منهم وهذا شنجم نقول أنا مصيبة راهم